يا شباب احنا زي ما اتفقنا عاوزين نعمل فيديوز كتيره للمرحله دي على الاقل الناس تستفيد بالقعده في البيت. النهارده جايين بقى نتكلم على الحضانه اللي هي الانكيوبيتر، حضانه البيض. الحضانه دي اللي كنت جبتها اونلاين، الشركه اسمها اوكي تونيون عجباني وما فيهاش اي مشكله لغايه دلوقتي. الشركه موجوده تقريبا ناحيه الجيزه او حاجه زي كده. انا هحاول اجيب اسم الشركه بس لما نعمل ريفيو عن المنتج الاول. دي الحضانه، خلينا نشوف مع بعض. هي بتيجي في علبه كده وبعدين زي ما انتم شايفين انا مستخدمها ازاي، بس انا اقلب الكاميرا احسن. دي كده الحضانه، ده السيتنج بتاعها. بصوا انا ظبطها على 37.5، ودي لمبه عشان بتنورها كده تشوف البيضه. يعني هي مش مفيده قوي، يعني انا جربتها كذا مره مش بشوف حاجه جوه، بس ممكن تكون مفيده لحد يعني. ودي السيتنج بتاعها، بتظبط درجه الحراره منها وبتظبط عدد اللفات اللي في اليوم، وكله مكتوب هنا بقى ازاي تعمله في المانيوال اللي بالانجليزي هنا. هي دي بتساع كام بيضة؟ مش عارف مكتوبة فين، بس هي بتساع كتير يعني بالنسبة للسمان. بالنسبة للبيض بتاع الفراخ او البط والحاجات دي يعني من 6 لـ 8 بيضات. خلينا نجيب كمان الكتالوج اللي بالعربي اللي هم بعتنهولي، ده بيجي معاها شهادة ضمان. ادي العنوان بتاعها ورقم التليفون. انا حتى ما كلمتهمش في التليفون، انا بعت لهم واتساب، هم ردوا عليا وبعتوا لي، ودفعت عن طريق البريد واللي هو كان سهل جدا. رحت دفعت، هي كانت ب 1000 جنيه، رحت دفعت ال 1000 جنيه وجت لغايه البيت المنتج بعد ما دفعت. ممكن تقروا الكلام ده بقى، تعملوا بوز وتقروا يعني. في كمان ارشادات كانت مبعوته معاها، دي ارشادات خاصه بالتشغيل، ودي الفاتوره اللي جايه لي. بصوا الارشادات دي، لان انا طبعا ما كنتش اعرف عنها حاجه. نوع الطائر، عدد الايام، درجه الحراره تظبط عليها، نسبه المئويه، الظروف المثاليه للتحضين، والظروف المثاليه للفأس. يعني انت بتشيل كمان الفأس او الهاتشر اللي هم كاتبين بين قوسين دي، في درجه حراره ورطوبه معينه. بص كل الحاجات دي ممكن نستخدمها. وادي السمان، انا مش عارف حتى السمان اللي انا بربيه نوعه ايه، بس هو بياخد حوالي 17 18 يوم، يبقى احنا بنتكلم على الجابانيز كويل بتهيألي اللي احنا بنحضنه. تعالوا نتفرج على الحضانه نفسها. الفوم ده احنا قلنا عليه قبل كده محطينه عشان يحافظ على درجه حراره اكتر، مش لازم تحطه بس ساعتها هتستهلك كهرباء اكتر. بصوا بقى لو فتحنا حضانه، مش هفتحها كتير عشان فيها بيض، بس ممكن نفتحها شويه يعني. دي الحضانه من جوه، في شبكه هنا بتحط تحتيها ميه عشان الرطوبه. هم حاطين بقى نسب، يعني تزود ميه هنا كتير، تزود ميه هنا قليل كده، وبعدين بتحدد مقاس البيض عن طريق المقاس ده، بتشيله. شايفين هي بتزمر ليه؟ لان الحراره لعبت جوه. لو شفتوا بقى هنا، ده سنسور الحراره، وده الموتور اللي بيلففها، مش عارف باين ولا لا. شايفين الموتور ده، السن ده بيخش في الدراع ده ويخليها تروح وتيجي. خلينا نقفلها كده عشان الصوت ده يروح. كده مقفولة وفيها البيض ده. في زرار هنا عشان تتأكد ان هي بتلف مظبوط، بس يعني مش مستحب انت تستخدمه كتير. بس بصوا لما انا ادوس عليه فترة، ايه مش هو ده، يمكن ده، ايوه. شايفين البيض بيتحرك ازاي؟ رايح الناحية التانية كده، معناها ان انا لفيت البيضة دي اللي هي الحركة اللي الام بتعملها جوه البيض. طيب افرض انا عاوز استخدم الانكيوبيتر ده لبيض بتاع زواحف، طبعا هقلل درجة الحرارة، مفيش حاجة في الزواحف بتتحضر عند 37 درجة، انا بحضر عند مثلا 29 درجة او 27 درجة حسب ما انا عاوز، 30 درجة في حاجات.
بس المهم انا مش هعمل البتاع اللي بتلف دي، انا هثبتها واحط المية بتاعتي وهتبقى شغاله بتهيألي زي الفل مفيش اي مشكله. يعني اللي عاوز حضانه دلوقتي حالا يبعت لهم ويشتري دي. كل الحكايه ان هو هيشيل الروتيتور ده اللي بيلف ومش هيركبه، فالبيض هيفضل ثابت في مكانه وهيبقى بجوده الانكيوبيتر اللي انا عامله ده. هي ده طبعا الفرق، ده كبير وده صغير، هم عندهم كمان احجام تانية، بس دي مناسبه جدا جدا. اي حد عاوز يجيب انكيوبيتر بتهيألي دي مناسبه جدا. باور 40 واط، يعني اكنك مشغل لمبه مش حكايه يعني. والكتالوج بقى بص هتلاقي فيه معلومات مفيده زي ازاي تركبها وازاي تغطيها وتركب الكابل ده البتاع اللي بتلف اهي، ممكن تفك وتركب، وتحط المايه ازاي وترص البيض ازاي. ادي ده لو بيض فراخ، تسيب 3 مللي كده بين، شايفين الحته دي 3 مللي بين البيضه وبين الستريب اللي انت هتحطه عشان تعرف تلف البيضه وما تبقاش مزنوق. وهنا بيقول لك تحط الميه في اول ايام قليله، بعدين تاني ايام كتيره، بعدين تالت ايام كتير قوي. دي بقى الاختلاف اللي انا عامله هنا، لان انا بحط البيض على فترات، مش 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 كل بيض بيفقس مره واحده زي ما انا دلوقتي هعمل. تعالوا مع بعض نحط البيض ده. بصوا ده البيض اللي انا بلمه، ما بسيبوش اكتر من 9 10 ايام قبل ما احطه في الحضانه. طول ما هو مش في الحضانه هو مش بيعد على نفسه ايام. يعني هما كاتبين انت احسن تحط البيضه سنها لتحت كده، حتى هما كاتبين احسن وخلاص، مش كاتبين ايه السبب. فانا بعمل كده يعني، مش لسبب غير ان هما قايلين كده. بفتح الحضانه بقى وببتدي ارص البيض فيها. من غير ما تكون مزنوقه يعني. طبعا هي هتزن. ما ممكن كمان اشيل دي كده. فهنا مش هيحصل حاجه. واقفل عليها كده. شايفين هي البيضه كده ممكن تلف بقى. ممكن ازود ميه كمان. انا هنا لان الميه ليها علاقه بالماتيوريتي بتاعت البيضه. بزود ميه كتير يعني. انا يعني طبعا البيضه في اخر مرحله ليها بتبقى محتاجه رطوبه عاليه، فانا مثبت الرطوبه عاليه على كل الفترات. انا مش عارف ده عيبه ايه، بس هو يعني ما عملليش مشكله قد كده يعني لغايه دلوقتي. ممكن الناس اللي فاهمه في الطيور تقول لي اكتر ايه مشكله الرطوبه في الاول. العلبه بقى بتاعتي، ولما اجي اشوف من هنا اذا كان البيض فقس ولا لا. البيضه بتاخد تقريبا 18 يوم عشان تفقس بتاعت السمان. ببتدي اسمع صوت الكتكوت، البيض كله مش بيفقس في نفس الوقت. اكبر غلطه ان انت تطلع الكتكوت اول ما يفقس. يعني دي عملت لي مشكله، ان انت لما تطلع الكتكوت اول ما يفقس هو ما فيهوش مشكله انت تشيله، بس المشكله ان بقيه البيض اللي هو بيفقس بيبتدي يفقد رطوبه، فالرطوبه تعمل كيس كده تمسك على الكتكوت ما يعرفش يفقس ويموت جوه البيضه. فنستنى على الكتكوت وعنده غذاء يكفيه يومين، ممكن تسيبه 48 ساعه جوه الحضانه وبعدين تنقله للهاتشري او المكان المتدفي. لازم ده لازم يا جماعه عشان يعرف يكمل، عشان حتى الارقام اللي هم كاتبينها في الورقه هنا درجات حراره منتظمه، يعني لازم تبتدي تقلل له درجه الحراره بتاعته على اسابيع. يعني ده كده الهاتشري، ده جزئين. بصوا ده عمر مثلا اسبوعين، ده عمر يومين ثلاثة، ده معاهم واحد. الغلطة اللي انا بعملها دايما بسيب واحد، مش ده الغلطة، دي حاجة بعملها يعني، انا بسيب واحد كبير مع الصغيرين عشان يعلمهم ازاي ياكلوا ويشربوا. دول ابتدوا الحمد لله ياكلوا ويشربوا هم، ولما بيكبر شوية بنقله بره العلبة دي هنا اهو، والاكل بتاعه والشرب بيبقوا متوفرين وما يضربوش بعض. طبعا بصوا غير اللي هو يعني حجم لذيذ جدا يعني، فهو السمان كان كيوت يعني. فيعني الحمد لله نجحنا السنه دي في تفريخ السمان، لسه ما نجحناش في اي تفريخ للزواحف. ان شاء الله ننجح في تفريخ حاجه من الزواحف اللي موجوده ونشارككم فيها. انا هبقى متواجد على طول، وان شاء الله هبقى في فيديوهات كتير المرحله دي. ساعدوني، انا مش عاوز اطول بقى عشان اعرف اعمل فيديوهات كتير ان شاء الله المرحله دي ونستفيد من بعض.
بس ساعدوني شاركوني اللي انتوا عاوزينه اسالوني عليه. اشوفكم بقى ان شاء الله كل يوم. السلام عليكم.